التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام مع هذه الانطلاقات والمنافسات. انطلاقة شوطنا الخامس عشر انطلق قبل لحظات شوط ما قبل الختام لهذا الصباح ولهذه الفترة الصباحية الخاصة بسن الإجداع. على بركة الله متابعينا الكرام نشاهد هذه الانطلاقة ونتابع هذه الشعارات المميزة المنطلقة معنا بهذا الشوط. نذكر أيضا بالتوقيت الأفضل في هذا الصباح، أيضا توقيت مميز مع لافية. مع جميلة من سجلت التوقيت الأفضل في هذا الصباح إلى هذه اللحظات 9:30 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لفهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين على هذا الفوز والتوقيت أيضا الأفضل إلى هذه اللحظات. نسير مشاهدينا الكرام مع هذه الانطلاقة ونبدأ بالبداية مع الصدارة وأول المراكز منصورة سلطان بن محسن بن راشد بن ديلة. هنا مع أول المراكز يقدم لنا منصورة مع البداية ومع الصدارة. ثاني المراكز وتابع الظبي جاسم بن محمد بن سيف النعيمي هنا قادم مع انطلاقة الظبي مع ثاني المراكز وثالث الأسماء من الجانب الآخر. وتابع هناك القدوم في هذه اللحظات والانطلاق. الدوحة من تصل مع ثالث المراكز عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة هنا قادم مع انطلاقة ثالث المراكز ورابع الأسماء. وصلت الغزيل في هذه اللحظات. محسن بن راشد بن مستور الجربوع المري هنا ينطلق مع رابع المراكز يقدم لنا شعار مع هذه الانطلاقة ومع الغزيل. خامس الأسماء الواعية تصل صالح بن محمد بن علي السندوانة المري. تتم النداء مع الواعية في خامس المراكز مشاهدينا الكرام. ولكن أعود هناك مع البداية. أعود إلى مقدمة الشوط مشاهدينا متابعينا الكرام مع منصورة. منصورة منذ البداية وهي تقود هذه الأسماء المشاركة هنا مع الصدارة من خلال هذا الأداء القوي. وأيضا المسار الأول هنا مع منصورة إلى هذه اللحظات. سلطان بن محسن بن راشد بن ديلة هنا أيضا ينطلق ويقدم لنا شعاره مع انطلاقة منصورة. وثاني الأسماء الظبي. الظبي هنا قادمة مع ثاني المراكز جاسم بن محمد بن سيف النعيمي. الظبي ايضا انطلقت مع البدايه ومع الصداره. ولكن تابع الغزيل هنا تغازل ايضا ثالث المراكز تغازل الصداره. هنا مع ثالث المراكز بشعار محسن بن راشد بن مستور الجربوع المري. ومن الجانب الاخر هناك شعار بن نايفه مع الدوحه. من الجانب الاخر عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفه. الله اربعه اسماء في موقع واحد تشاهدونها مشاهدينا الكرام من خلال هذه الانطلاقه من خلال هذا الاداء القوي. ولكن خامس الاسماء هناك الواعيه تراقب ايضا الموقف هناك بهذه اللحظات. وشعار صالح بن محمد بن علي السندوانة المري هنا ينطلق مع الواعية مع خامس المراكز. ولكن أرى شعارات قادمة في هذه اللحظات وانتصاف المسافة 3 كيلومترات. هنا أيضا انقضت وتبقى لنا كذلك 3 كيلومترات. أعود إلى البداية. أعود هنا مع التغيير الغزيل. الغزيل غيرت على الصدارة انطلقت مع البداية. محسن بن راشد بن مستور الجربوع المري هنا ينطلق مع الغزيل على البداية. ولكن شعار بن نايفة هناك قادم من الجانب الآخر مع الدوحة. عبد الهادي بن حمد وترحيب بن نايفة الهاجري. والظبي. الظبي هنا مع ثالث المراكز جاسم بن حمد بن سيف النعيمي. هنا الظبي بدأت أيضا بالاقتراب بالانطلاق.
رابع الأسماء وتابع الواعية، الواعية هنا قادمة في هذه اللحظات تغير من مركز إلى مركز. صالح بن محمد بن علي السندوانة المري، ولكن اسم يتدخل جديد في هذه اللحظات، وتابع غزيل هنا أيضا، علي بن محمد بن جابر المري يصل مع هذه اللحظات مع انطلاقة شعار في رابع المراكز، ولكن الاسم القادم وصلت ميراج سالم بن علي بن بريك الفهيدة المري هنا تنطلق تغير بدورها، ولكن الله شوف الأسماء شوف الانطلاق، ولكن عود إلى الواعية، الواعية على البداية على مقدمة الشوط. الله دير بالك هناك بدأنا بالاقتراب 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، والواعية على البداية على الصدارة على مقدمة الشوط. صالح بن محمد بن علي السندوانة المري هنا يقدم لنا شعاره مع انطلاقة الواعية على البداية وعلى مقدمة الشوط، ولكن ميراج قادمة هناك تشكل الثنائية، تشكل الانطلاق من الجانب الآخر. سالم بن علي بن بريك الفيدة المري، الله يا ميراج، انطلقت ميراج مع البداية، ولكن تابع الغزية القادمة مع ثالث المراكز بحسب الراشد الجربوعي المري هنا مع ثالث المراكز، والاسم القادم وتابع الأسماء وتابع الشعارات والقدوم مشاهدين الكرام في هذه اللحظات من العنود عمير بن محمد بن راشد الجبر النعيمي، وصلت العنود وصلت الظبي، وهناك الدوحة من الجانب الآخر. الله الله اشتدت المنافسة، وبدأنا أيضا بالانعطاف والاقتراب هناك من خط النهاية، ولكن أعود مع البداية مع ميراج على مقدمة الشوط. الدوحة بدأت بالاقتراب والظبي قادمة، ولكن ميراج على الصدارة. سالم بن علي بن بريك الفهيد المري ركز انت في الصدارة هناك مع انطلاقة ميراج، ولكن الله الله الأسماء هنا ولافتت ال 1200 ما تبقى عن خط النهاية. الله يا ميراج على الصدارة على مقدمة الشوط. سالم بن علي بن بريك الفهيد المري الدوحة قادمة من الجانب الآخر. شعار بن نايفة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري هنا يصل مع الدوحة، ينطلق في اللحظات، ولكن الواعية وشعار السندوانة هناك من الجانب الآخر. صالح بن محمد بن علي السندوانة المري، الظبي قادمة، ولكن وتابع العنود أيضا تصل، والاسم القادم في هذه اللحظات وصلت بنت الباز عبد الهادي بن حميد بن سالم الفهيدة المري هنا قادمة في ثاني المراكز، ولكن الأسماء وشوف هنا أيضا سحايب صويحي بن خلان الشمري، والأسماء قادمة، ولكن أتابع هنا أيضا القادمة الرابحة حمد بن محمد بطالب العقيل. الله الأسماء اشتدت المنافسة رغم الرياح. أيضا نتابع الانطلاق، نتابع المنافسة، ولكن الدوحة على الصدارة عبد الهادي بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، ولكن الله شوف القادمة، شوف التحدي، شوف هناك من غيرت بنت الباز أيضا غيرت على الصدارة عبد الهادي بن الحميدي بن سالم هنا باللفجح، أيضا شعار باللفجح أيضا ينطلق على البداية مع بنت الباز، ولكن شوف سحايب غيرت، انطلقت سحايب صويحي بن خيلان بن عايش الشمري هنا يذهب بهذه الانطلاقة القوية، يغير على البداية يغير على الصدارة، وهناك الرابحة قادمة في ثاني مراكز، ولكن الله سلام بسلم من هذه اللحظات هنا مع هذه الانطلاقه مع سحايب. هنا نهني ايضا مالك سحايب مع هذا الانطلاق القوي، ويذهب السلام الى اهالي المملكه العربيه السعوديه مع انطلاقه سحايب، وبالتحديد الى اهالي المحنى بميدان حائل. تهانينا والناموس لمالك سحايب صويحي بن خيلان بن عايش الشمري على هذا الفوز. ثاني مراكز الرابحه حمد بن محمد بن طالب بن عقيل، وثالث المراكز كان الوصول من لطامة حمد بن سالم بن حمد المري، ورابع المراكز كان الوصول من سمحة محمد بن سالم بن علي الحايف، وخامسا كان الوصول من بنت الباز عبد الهادي الحميدي المري من وصلت في ثالث المراكز. هكذا النتيجة متابعينا الكرام للمراكز الخمس الفائزة معنا بناموس الشوط الماضي. تهانينا
والناموس لمالكي سحايب على هذا الفوز والناموس والانتصار. نتابع سحايب هنا مع الإعادة والتوقيت الزمني ونهني نتابع مشاهدينا الكرام سحايب ولحظة وصولها إلى خط النهاية 9:45 و6 من الثانية. تهانينا والناموس لصويح بن خيلان بن عايش الشمري على هذا الفوز. ثاني المراكز كان الوصول من الرابحة 9:48 وجزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بطالب بن عقيل. ثالث المراكز مشاهدينا الكرام كان الوصول ثالث المراكز للطامة توقيت الزمني 9:49 و6 من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن سالم بن حمد المري. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا.